السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم منصف. الموضوع تاع اليوم الوقت اللي رانا فيه، رانا في وقت غيار الريش وفي وقت الاهتمام بالفراخ تاع موسم 2021. دوك باش نهتموا بهم لازمنا نقدموا لهم الأكل اللي توفر على العناصر الغذائية الهامة، ونقدموا لهم الاستحمام، نقدموا لهم كيف يسميو العناصر الطبيعيه كيما الحبه، على عظمه الحبار تاع الكالسيوم. دركا راح نركز على خلطه تتكون من نوعين من الحبوب، خلطه غنيه جدا بالفيتامينات وبالمعادن وبالزيوت وبالعناصر الغذائيه المهمه، فيها كلش. الخلطة هذه أنا بحد ذاتي عندي مدة وأنا نستعملها، كنت نصوفي بها المقنين. كي يخرج المقنين يبدأ يأكل وحده، أول حاجة نعطيه الخلطة هذه. تبعوا مع بعضنا وشو الخلطة هذه حتى نخلص الفيديو. النوع الأول هو بذور عباد الشمس، والله بذور دوار الشمس، والله البذور اللبية كما يقولوا إخوتنا في سوريا، واللي تكون صغيرة. كاينين أنواع، كاينة الكبيرة اللي يقدر يأكلها الببغاء ولا الباجي، وكاينة الصغيرة خلاص، كاينة هذه الصغيرة، هذه الصغيرة يقدر لها المقليين ويقدر لها الكناري، عندها فوائد كبيرة بزاف. الفوائد تاعها هي فيها الزيوت المفيدة للطيور، فيها البروتينات، فيها الدهون. ملاحظة، كاين فرق ما بين الزيوت وكاين فرق ما بين الدهون، وكاين فرق ماهوش كيفين في زوج، واش معناتها الأوميغا 3. دوك نشرحوها مع بعضنا. زيوت مفيدة للطيور قلنا، البروتينات، الدهون فيها فيتامين او، هي مضادة للأكسدة وتنحي تاني الإمساك لا كونستيباسيون، فيها فيتامين بي 1 وبي 5. نظن لهنا غذاء راهو 75% متكامل. هادو هما الحوايج اللي يحتاجهم الطير في الوقت تاع النمو تاعو. والبيريا، البيريا غنية عن التعريف. البيريا الفوائد تاعها ممكن نعرفو شو البيريا. البيريا هي هذيك اللي تجي مدورة، اللي تجي شوية صغيرة على الشامبي. البيريا وش هو الفوائد تاعها؟ هي أنتي باكتيري، هي ضد البكتيريا، ما تخليش الفرخ يشحن، ما تخليش، لاحظ لهنا ملاحظة، لهنا ما تخليش الزاوج تاعك يشحم. بصح لو كانت تكثر منها اي تشحم او يشحم، ثم البيريا نقدر نطبقوا عليها ما قلت، اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده. وزيد كاينة حاجة تحمي الطار من التسمم الغذائي، وزيد تفتح له الشهية تاعو. وعندك الطيور اللي تاكل البيريا بكل تلقاها محمية بإذن الله من مرض الأنيميا، يعني من فقر الدم. هو مرض صعب بزاف لأنه احنا ما نعرفوش، ما نقدروش نفيقوا به. مضادة للدهان، وهنا نوليو الحكاية تاع الفرق ما بين الزيوت وما بين الدهون وما بين الأوميغا 3. الدهون راح يبينه،
الدهون هو عنصر غذائي يحتاجه أي جسم للطائر ولا للإنسان. هو عنصر غذائي كاين في الزيوت، كاين في حوايج لي حتى ولو كان يكونوا ماهيش زيوت، والزيوت هي مادة تخرج من الغذاء اللي نقولوا فيه الزيوت. ثم الزيوت هي حاجة مرئية والدهون هي حاجة غير مرئية. دونك هذا كيما الفيتامينات وكيما الأوميغا 3 هو حمض ذهني. الأوميغا 3 هو من الأحماض الدهنية. والبيرية تاني فيها فيتامينات بزاف وفيها البروتينات. وشو نصيحة الخلطة هذه في الوقت هذا تمدها خطرتين في السمانة، خطرتين في السمانة بكمية 5 غرامات للطائر. هذا نخلطها مع بعضها تمدها خطرتين في السمانة. وتذكير بدور دوار الشمس، ملاحظة كي تشريها صيرها نحيلها القشور، نحيلها باش تجيب القشور، العطارية تجيب القشور. وتمد للطيور تاعك خاصة الفيران خطرتين في السمانة. نتمنى نكون فدت واستفدت. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.